احترمه جدا لانه كان يعني كان كيدير واحد المنصب مهم في بلادنا اللي خصنا نحترمه كل من قام وكل من يعني قام بهذه المسؤوليه هذه. اصدر تقريبا في حقي فتوى بالكذب واتهمني بالكذب وقال هل المؤمن هذه المؤمنه خليني انا نكمل. الله يستر عليك سيدي، ما تقطعنيش يا حليم. لا بلاتي يا بلاتي ما تقطعني شيخ. البريك راه تعلق على داكشي اللي خرج المعارضه. غير صبر داكشي اللي قالت المعارضه. غير صبر انا جاي انا جاي. اتهمني بالكذب وقال وهل المسلم يكذب؟ لا. وهل يزني؟ نعم. وهل كذا وهل كذا وهل كذا. علاش؟ على جوج ديال المواضيع. الموضوع الاول انا قلت في تصريح سابق يوم 24 مارس 2022 ان سعر الطماطم في انزكان 2 درهم. انا باغي نسلمكم واحد الوثيقه باغي نعطيها لكم فيها جميع اسعار الطماطم في السوق ديال انزكان من نهار 3 مارس 2022 حتى نهار 20 فبراير 2023. غنسلمها لك الاخت. الاخت بغيتك تشوفي لنا نهار 24 مارس شحال كانت كدير الطماطم. كاين السعر الادنى وكاين السعر الادنى وكاين السعر الاعلى وكاين السعر المتوسط. اعطينا شحال كان كدير نهار 24 مارس 2022. الوثيقه اللي قدامي كتقول بان السعر الادنى 2 دراهم، السعر الاقصى 4 دراهم ونص، والسعر المتوسط 3 دراهم حتى 3. اذا ما قلته هذا الكلام اللي قلت انا بناء على هذه الوثيقه اللي كنخليها لكم. بحثوا فيها ديوها سيروا قلبوا في انزكان وسولوا في جميع المناطق ديال المغرب وشوفوا واش هذا السعر اللي تكلمت عليه انا كذب او لا حقيقه. إذا كان حقيقة فأنا خاصم ذلك الرجل إلى يوم القيامة لأنه اتهمني بالكذب. المسألة الثانية هي 75 درهم. هذه ما عنديش فيها الشهادة لأن هذه بيني وبين ذلك الرجل اللي شريت من عنده 75. ولكن أنا سنقول لمن اتهمني بالكذب وأصدر في حقي فتوى ديال الكذب أنا خاصمك بها يوم القيامة.